السلام عليكم. توقيت مباراة المنتخب المغربي ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في إياب التصفية الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة لهذه المباراة. سيخوض المغرب مباراة حاسمة أمام نظيره الكونغولي من أجل التأهل لنهائية كأس العالم قطر 2022، ويبقى المغرب هو الأقرب إلى حسم ورقة التأهل نظرا لتعادله الإيجابي ذهابا مع الكونغو على أرض هذا الأخير. فيكفي العناصر الوطنية التعادل السلبي أو الفوز للتأهل رسميا لكأس العالم. وتجرى مباراة المغرب وجمهورية الكونغو يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 8:30 مساء بتوقيت مصر، 9:30 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيأتي نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية.